للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشل. أستاذ فؤاد، بعد التحية. طبعا على ما يبدو أن العمل الدبلوماسي بالنسبة للدوحة وسيلة من وسائل اختراق الدول وتدخل في شؤونها، هل من وقفة جادة لمحاسبة النظام القطري على هذه السلوكيات التي بدورها تتنافى مع القانون الدولي وتنظيم العمل الدبلوماسي المعروف؟ من المؤكد أن النظام بقطر يعني يخرق ليس أهم اتفاقية دبلوماسية، وهي اتفاقية فيينا، والتي تنظم العمل في الشؤون الدبلوماسية، لكن هو يستخدم سفاراته كمقرات وكأوكار لتهريب السلاح. حتى الحقائب الدبلوماسية تهرب بها الأموال، ولا يعدم وسيلة حتى نقل المليار دولار التي نقلها إلى بغداد في طائرة ونقدا، طائرة مدنية، يعني مخالفة كل الأعراف حتى في أنظمة الطائرات الدولية. نعم. بالطبع النظام في قطر لن يتوقف، وسبق أن قلت هذا الكلام أنا من حوالي 6 سنوات، مستمرون في نهجهم. والمقاطعة التي تبنتها المنامة وأبوظبي والقاهرة والرياض أنقذت هذه العواصم الأربعة من هذا الشر المستطير. أي تنازل أو لو لم تكن هذه المقاطعة لكانت الآن سيارات الدفع الرباعي التي تشتريها قطر، ويرسل أردوغان المرتزقة السوريين إلى هذه العواصم الأربعة. نعم. فالنظام مستمر ولن يتوقف. نعم سيد فؤاد، طبعا إذا لو فتحنا الأرشيف القطري لا يكاد يخلو من لقاءات مسؤولين قطريين مع زعماء ميليشيات وجماعات متطرفة. نستذكر اجتماعات طبعا وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم مع رئيس حزب الله الإرهابي، وماذا كانت أو كان العمل الدبلوماسي مسوغا لعقد لقاءات مع هذه الجماعات الإرهابية؟ هو أكيد طبعا، يعني بدليل أنه لقاءاتهم اللي كانت علنية في السابق، وكان يزور ضاحية الجنوبية ويلتقي بزعيم حزب الله. نعم. الآن أصبحت طبعا نظرا لموضعهم أو للحصار الذي يعانون منه، ويحاولون يعني غسل ماء وجوههم بأي شيء، يحاولون الآن التواصل عن طريق السفارات والتواصل السري، وبالطبع أو عن التواصل مع الأذناب لهذه الأحزاب. والآن لم يعودوا بحاجة إلى ذلك، لأن إيران أصبحت أو الشريفة موجودة في الدوحة، وبالتالي أصبح أسهل عليهم أن يتم التواصل هذا سرا وبدون الكاميرات والأضواء. وبالتالي حمد بن جاسم أصلا وتاريخه يعني لونه أكثر سوادا من ظلام الليل العربي كله، وبالتالي هو ما زال مستمر على هذا النهج. وقبل أيام يعني أنا كتب تغريدة مضحكة يعني ينتقد فيها السعودية لأنها لا تسمح للمعارضة، وكأن الدوحة الآن أصبحت موناكو أو باريس حيث المجالس المنتخبة في كل مكان. نعم. والمواطن القطري يتحدث ناسيا أن السجون القطرية تمتلئ بالمواطنين الذين مجرد أن يفتحوا أفواههم يكون. نعم. مصيرهم السجن. نعم الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشل، شكرا جزيلا لك.